مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة على تقديم برامج قرآنية متنوعة، وهذا البرنامج هو أحد البرامج المقدمة من هذا المركز الذي يضم نخبة طيبة من الأفاضل والفضليات. وفي هذه المناسبة الطيبة، مناسبة ولادة السيدة زينب عليه السلام، التي نبارك في هذه المناسبة لجميع العالم الإسلامي ولأبنائه هذه ذكرى هذه الولادة الميمونة. في هذا اليوم المبارك تجمعت عن طريق العتبة العلوية وجيء بعدد من الأسر القرآنية التي تضم أكثر من فرد فيها ممن يحفظ القرآن وممن يقرأ القرآن، بغية تكريمهم وبغية طلب الدعاء منهم لما يضمون في عقولهم من ألفاظ قرآنية وفي قلوبهم من نور هذه المضامين القرآنية. نسأل الله عز وجل أن نوفق لخدمة هذه الأسر المباركة التي جاءت من النجف وخارجه، وجاءت من داخل العراق ومن خارج العراق، لتضم عددا طيبا فاضلا مباركا ممن يحفظ القرآن وممن يرعى من يحفظ القرآن من الآباء والأمهات الجليلات، احتفاء بمولد السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. يقيم مركز القرآن الكريم شعبة دار القرآن الكريم النسوية برنامج تكريم الأسر القرآنية، ويتضمن البرنامج فقرات في التلاوة والإنشاد ومحاضرة بعنوان سعادة الأسرة في ضوء القرآن الكريم. وتم استضافة أكثر من 12 عائلة وتكريمهم في العتبة العلوية المقدسة تشجيعا لهم وليحذو الناس حذوهم، ونسأل الله التوفيق والبركة. إيمانا بأهمية ودور المرأة الفاعل في بناء المجتمع الإنساني والإسلامي خصوصا، انطلاقا من بنائها لنواة هذا المجتمع والتي هي المرأة أو الفتاة المسلمة العنصر الفعال والأساسي في بناء كل مجتمع. أقامت شعبة دار القرآن الكريم النسوية التابعة لمركز القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة مهرجانا وحفلا بهيجا بعنوان سعادة الأسرة في ظل القرآن الكريم، حيث استضافت فيه العديد من العوائل ومن مختلف محافظات العراق. هذه العوائل تضمنت مجموعة من طالبات الشعبة، شملت الأم وشملت الأخت والبنت وكذلك العمة والخالة، حيث استضفنا عوائل من كافة المحافظات من كركوك وديالة والنجف وبابل والبصرة وذيقار وكذلك من الكوت والسماوة. ويأتي على هامش هذا المحفل تكريم وإعلان خبر إكمال 8 من طالبات الشعبة حفظ كامل القرآن الكريم.